السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أقدر أساعدك اليوم؟ دلوقتي أنا أولادي قاعدين معايا وعايزك تقولي لهم قصة حلوة كده تدور أحداثها في الغابة وتكون باللغة العربية الفصحى. في غابة بعيدة عاشت هناك سناجب ذكية ومغامرة. في معلش يوم على من المقاطعة، الأيام ممكن بس تضيفي مؤثرات صوتية للقصة عشان يعرفوا يخشوا في المود وفي الجو؟ بالطبع، في غابة بعيدة عاشت هناك سناجب ذكية ومغامرة. في يوم من الأيام قرر السنجاب الشجاع أن يخرج في رحلة بحث عن الكنوز في أعماق الغابة. وبينما هو يتجول بين الأشجار العالية سمع صوت عصفور يغرد قائلا: ترر، اتبعيني إلى الكنز المخفي. كنز ايه يا ترى؟ تبع السنجاب صوت العصفور حتى وصل إلى شجرة ضخمة، حيث قال له العصفور: هنا تحت الجذور ستجد خريطة الكنز. وبدأ السنجاب يحفر بحماس حتى عثر على صندوق قديم. ها، وبعدين ايه اللي حصل؟ فتح السنجاب الصندوق بحذر ليجد بداخله خريطة قديمة مرسوعة بعناية ومع إشراقة شمس. بس كان عندي سؤال هنا، هو السنجاب بيعرف يقرأ الخريطة؟ هي تستطيع بفضل الله أن تعرف الطريق جيدا. الطيور تملك حواس خاصة تساعدها في التنقل للعودة إلى أماكنها حتى لو ابتعدت مسافات طويلة. لكن انتي قلتي في القصة ان في خريطة وهم حفروا وطلعوها وهيمشوا على الخريطة، ازاي الحيوانات تعرف تقرأ الخريطة وتمشي عليها؟ أو فهمت قصدك. في عالم القصص الخيالية مثل هذه القصة نتخيل أحيانا أن الحيوانات تقوم بأشياء غير عادية مثل قراءة الخرائط. هذا يجعل القصة ممتعة وأكثر تشويقا، أليس كذلك؟ صحيح، من فضلك كملي كملي يلا. بعد أن فهمت السنجاب الخريطة وشرحها لأصدقائه، انطلقت الحيوانات في مغامرة عبر الغابة. كانت الأشجار عالية والطرق متشابكة، لكن مع روح المغامرة والتعاون تجاوزوا جميع العقبات. فجأة وجدوا أمامهم نهراً كبيراً. نظروا حولهم فوجدوا جذع شجرة كبير يصل إلى الجانب الآخر من النهر. ها، وبعدين ايه اللي حصل؟ شوقتيني. بحذر بدأت الحيوانات تعبر النهر على جذع الشجرة، ومع اقترابهم من الضفة الأخرى سمعوا صوت خرير المياه يشتد. فجأة ظهر قنديل البحر الذكي وقال: أهلا أصدقائي، أحتاج مساعدتكم للوصول إلى بيتي في الجانب الآخر من النهر. سأدلكم على طريق مختصر للخروج. جميل جميل، بس عايز أسألك سؤال دلوقتي، المغرب أذن، هل المفروض إن احنا نقعد نكمل سماع القصة ولا نقوم نصلي وبعد كده نرجع نكمل؟ الأفضل أن نوقف القصة لأداء الصلاة، ثم يمكننا العودة لإكمالها بعد الصلاة. الصلاة تأتي أولاً وهي أهم من أي شيء آخر. جميل، جزاك الله خيراً، شكراً يا شات جي بي تي، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم وصلاة مقبولة إن شاء الله. يا سلام، ربنا يزود إيمانك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، آمين، سلام عليكم.